الجزء ده من طفولتك اتكونت فيه صورة الأب انت كنت بتشوفيه أب أسطوري من طبعًا. كل حاجة طبعًا. ليه يا مدام رؤية؟ لأنه بابا بطبيعته مكافح وجريء في الحق، وعنده قيم ومبادئ غرسها فينا جامد جدا. لكن تقدر تقولي ان انا يعني اخدت منه كتير، لان انا كنت ملتصقه بيه قوي 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 قوي، لان اخواتي الصغيرين في وقت كفاحه ما كانوش موجودين. يعني ما كانش موجود غير راويه اختي، وراويه اختي كان عندها سنتين، يعني ما تعيش لاي شيء خالص. فارتبطت بيه عاطفيا وكنت بفتقده، لانه كان حنين قوي 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 قوي. يعني هو عنده القدره انه يدينا كم من الحنان رغم مسؤولياته ورغم انشغاله. طب السنين بقى اللي احنا بنقرا عنها لما كان بيهرب ولما كان اشتغل مقاول دي كان يعني ما تدركهاش قبل وعي؟ لا، وعي لها كويس جدا. ما انا بقول لحضرتك لما كنا في الزيتون عشان كان في معتقل الزيتون، وبعدين بعد كده هرب من معتقل الزيتون، طلعنا المرج. طلعنا يعني انتوا قاعدين في المرج وهو هربان؟ وهو هربان يا حبيبتي. وبعدين بعد كده اتنقلنا من المرج، رحنا الحتة اللي اسمها ايه، رود الفرج على النيل كده، على النيل كده. كنا هناك برضو. ما دي بقى السنين اللي كان بيبقى هربان فيها. هو اشتغل مقاول في اشتغل الفترة دي؟ اشتغل مقاول، وله حتى يا حبيبة قلبي كان مسمي نفسه محمد نور الدين، وكان بيلبس جلابية ولاسة وطاقية وبتاع، كان اسمه محمد نور الدين. يعني يخرج من البيت وهو متخفي؟ ايوه. انا اتذكر كويس جدا. يعني عزيز باشا البصري لما كان معتقل وجي بابا عايز يزوره، بابا لابس الجلابيه ومتلتم كده وبتاع، وبعدين نط من السور ونططني معاه. ايوه، نططني معاه من سور القصر عشان نقابل الباشا في الجنينه، وكان فيها شجر مانجا. ايوه، يوميها قال لك ايه يعني؟ قال لك انا هاخدك فين يعني؟ ما هو قال لي تعالي معايا بس، وما دام يقول تعالي معايا اجي معاه على طول، وما فيش نقاش فيها دي. انما شوفي ازاي ان بيعلمني الجراءه، وبيعلم يعني عارفه الانسان يكون جريء في الحق، انه ما بيعملش حاجه غلط. هو عايز يروح يشوف الاستاذ بتاعه اللي معتقل ظلم من السراي مثلا. يعني كان متحدد اقامته في السراي.